بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية المباشرة والتي سنتابع فيها وقائع تشييع الشهداء للهجوم الإرهابي الذي وقع في إيزيفي خوزستان. طبعا الشهداء عددهم 7 بينهم الطفل كيان بير فلاك ابن السنوات 9. يشاركني في هذه التغطية المفتوحة من إيزيفي خوزستان مدير مكتب الميادين مل حمرية. لكن بداية نتابع هذه الصور المباشرة من هناك للتشييع من إيزيفي خوزستان. برادران عزیز نیروهای مردمی که تابوت‌های مطهر شهیدان رو در آغوش کشیدن و زیر تابوت مطهر شهیدان قرار گرفتن، پیکر تابوت‌های مطهر شهیدان رو سمت چپ جایگاه و سمت راست مردم قرار بدی که انشالله با حضور حضرات آیات و شخصیت‌های کشوری و لشکری انشالله اقامه نماز شهدا برگزار بشه و آیین ودا و خاکسپاری هم از طریق جایگاه با حماسه ماندگار شما مردم و پخش زنده از صدا و سیمای مرکز خوزستان و شبکه های سراسری انجام خواهد شد. یا علی از نام خوشت ادا کنم بسم الله. هستی تو علی و نیز همانند تو لله. پرسم اگر ز قوتت میگویند لا حول ولا قوت الا بالله. بر محمد و آل محمد هر چقدر ارادت دارید بلند عاشقان صلوات. إذن ملحم، كنا نتابع هذه الصور وهذه الكلمة، يعني إن كان في شيء ممكن أن تضعنا بما جاء في فحوى هذه الكلمة. لا شك أنه أهل إيدي في خوزستان اليوم في حالة صدمة. طبعا يعني هذا يأتي ضمن مسلسل الذي بدأ منذ أكثر من شهرين في الحقيقة بعد اغتيال مهسا أميني لزعزعة الأمن والاستقرار في إيران. نحن نتابع اليوم هذا التشييع للضحايا الذين سقطوا جراء هذه العملية الإرهابية بإطلاق النار مباشرة على المدنيين وعلى رجال الأمن، ما أدى إلى ارتقاء حوالي 7 شهداء وبينهم كان الطفل كيان كما هو معروف، والذي حقيقة يعني أثار تعاطفا كبيرا في المجتمع الإيراني، وهذا كان بارز من خلال ما كانت تنقله الزميلة فاطمة خلال يعني اليومين الماضيين بعد هذه العملية الإرهابية مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كيف تفاعل الإيرانيون والنشطاء مع هذه الحادثة، تحديدا مع هذا الطفل ذي 9 سنوات الذي ارتقى وكان له في الحقيقة أحلام كبيرة كما عرضنا في أيضا في تقاريرنا. كان له أحلام كبيرة وكان يطمح بأن يصبح مهندسا يوما ما، ولكن الإرهاب سرق منه هذا الحلم وأيضا هذه الابتسامة التي تابعناها في الفيديو الذي نشرته وسائل الإعلام لهذا الطفل البريء. طبعا يعني هذه الصورة هي حقيقة انعكاس أيضا لصور أخرى كنا قد تابعناها في تشييع الشهداء الذين ارتقوا جراء العملية الإرهابية في شيراز، وأيضا الذين ارتقوا جراء أعمال الشغب التي حصلت، وأيضا الحالة العنفية التي برزت خلال الأيام الماضية تحديدا منذ حوالي شهرين من عمليات قتل للشرطة ورجال الأمن وحتى لمدنيين عاديين تم استهدافهم بطريقة وحشية. نجد بأن الشارع الإيراني دائما من خلال تشييع هؤلاء يقول كلمته، الكلمة التي دائما ما يرفعها، وهذا الشعار الواضح: لا للفتنة، لا للإرهاب، ونعم لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وبالتالي هذا ما نشاهده اليوم هو انعكاس لما كنا نشاهده في السابق. الآن المهم أن حقيقة نتحدث عن يعني المرحلة المقبلة، كيف ستكون هذه المرحلة. أعتقد بأن ما شاهدناه في شيراز وما شاهدناه في إيدي وما شاهدناه أيضا في أصفهان من عمليات قتل
قتل مباشر من خلال مسلحين قاموا بإطلاق النار على رجال الأمن وأيضا على المواطنين الإيرانيين بشكل طبعا المواطنين الإيرانيين الذين كانوا يعني يعبرون في تلك المناطق أو المارة. على سبيل المثال هذا الطفل كان في سيارته مع والدته وتم إطلاق النار على السيارة بطريقة وحشية ما أدى إلى مقتله. وبالتالي نحن أمام مرحلة جديدة أعتقد، وربما كما ذكرت بالأمس هنا في هذه التغطية بأننا ربما نكون أمام المرحلة الأخيرة. هذا يعكس يأس أعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية من تحقيق أهدافهم وتحقيق مآربهم على مدى تقريبا شهرين من أعمال الشغب، من الفتنة، من التحريض، من تأليب الشارع الإيراني، من استغلال الأحداث، من ركوب الموجة، من دعم الجماعات الإرهابية، وصولا إلى دعم الجماعات التكفيرية للقتل والإرهاب بشكل مباشر وممارسة هذا الإرهاب على المواطنين الإيرانيين لتخويفهم ولمنعهم من النزول إلى الشارع تأييدا لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما حصل خلال الأيام الثلاثة الماضية بعدما وجهت دعوات من الجماعات المناوئة للنظام عبر وسائل الإعلام أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها لإغلاق المحال التجارية. نزلت مجموعات صغيرة مارست العنف ضد أصحاب المحال وأجبرت حقيقة البعض إغلاق محله، لكن الغالبية لم تستمع ولم حقيقة يعني تلتزم بهكذا قرارات بالرغم من إجبارهم، وكان هناك أيضا حتى مواجهات واشتباكات مع أصحاب المحال هؤلاء، وبالتالي فشل هذا الهدف وفشل هذا المشروع، كما أيضا نقلنا عبر شاشة الميادين من خلال التقارير وأيضا من خلال الصور في المحافظات غير طهران. على كل حال سنستمر في هذه المواكبة وطبعا نتابع هذه الصور. فقط نقول أنه كان محافظ خوزستان وممثل ولي الفقيه بالمحافظة قد أعلن الحداد لمدة 3 أيام في مدينة إيذي ويوم واحد في محافظة خوزستان، وننتقل لمتابعة هذه الصور ووقائع تشييع الشهداء من إيذي خوزستان مباشرة، وأعود إليك بعد قليل من مكرم آیت الله یاسین عبدالنبی موسوی فقیه نماینده ولی فقیه هم تشریف آورده. ما همه با شما هستیم. دشمن میخواهد جدایی بیندازد ولی هرگز نمیتواند. ما با همیم و تا آخر دست بیعت هم دادیم با رهبری، با امام زمان، و دست بر نمیدن. بسم الله آقایون نماز میخونیم. الصلاه الصلاه. بله بله. از همه خانواده های شهدا کسب اجازه می کنم برای اقامه نماز. آقایون خانواده های شهدا به من اذن بدن، اجازه بدن که ما بتوانیم نماز را اقامه کنیم. اذن دادن. بسیار حالا ایشون اجازه در صورتی میدن که انشاءالله هرچه زودتر انتقام خون این شهدا را از قاتلین و از ظالمین بگیریم و ما این خون را میدهیم. روزگار سیاه. روزگار سیاهی در انتظار تروریست هست. اونایی که اعتراضی داشتن صف جلجده هست بیان زیر عبای ما، بیان زیر چتر ما. اگر هم اشتباهی کردن توبه بکنن، توبه شون قبوله. اما
بس يا ممنون همشوا الإجازة دادان. هذه مشاهدينا صور مباشرة من إيدي خوزستان لتشييع شهداء الهجوم الإرهابي الذي وقع في إيديه وأسفر عنه 7 شهداء بينهم الطفل كيان بيرفلك ابن السنوات 9. نذكر أن القضاء الإيراني أعلن أمس اعتقال 6 عناصر من مثيري الشغب في إيديه. طبعا التحقيقات مستمرة معهم وكان في تفاعل يعني ليس فقط كما كنت تذكر يعني على مواقع التواصل الاجتماعي فقط إنما أيضا على الصعيد السياسي والرسمي كان في مسارعة لناحية مقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بضرورة الإسراع في الكشف عن المتورطين والآمرين أيضا لخطورة ما جرى حقيقة في إيزي. وأيضا كانت هذه الدعوة مماثلة من رئيس مجلس الشورى لناحية كشف الجنات وخطورة ما جرى في إيزي. ملحم لا شك أنه الآن في يعني صمت لناحية امتصاص الصدمة، لكن هذا كله ماذا سينتج عنه من تداعيات بعد فترة لناحية أنه يعني الكل بات يرى، بات مكشوف هذا التآمر، بات الشعب واعي، يعني أتأسف أنه بالدم بات واعي لحقيقة هذه المؤامرة. طبعا أود الوقوف عند مقال أو أحد الشخصيات الموجودة هنا في الحقيقة. الانتقام أولا أشار الانتقام ضرورة الانتقام لدماء الشهداء الذين سقطوا، وأيضا قال جملة لفتتني بأن هناك أيام سوداء بانتظار الإرهابيين، وهذين الشعارين هما الشعاران في الحقيقة اللذان يرفعان دائما في المسيرات التي تخرج منذ بداية هذه الأزمة ومنذ بداية أعمال الشغب التي حصلت، وخاصة في تشييع الشهداء الذين يسقطون. هناك مطالبات مستمرة وملحة من قبل المشاركين في هذه المسيرات، من قبل المواطنين الإيرانيين بشكل عام، بضرورة الانتقام لدماء الشهداء تتزايد بطبيعة الحال. وهنا نذكر الشعار البارز الذي رفعه المشاركون في مسيرات ذكرى اقتحام السفارة الأمريكية في يوم الاستكبار العالمي في عام 1979 قبل عدة أيام، ونحن كنا في تغطية مباشرة من الشارع. وبالتالي الشعار الرئيسي الذي رفع من قبل المشاركين في تلك المسيرة عندما بدأ الرئيس الإيراني كلمته وعندما اختتم أيضا هذه الكلمة هو الانتقام الانتقام. وبالتالي هناك الآن أيضا ضغوط على السلطات الأمنية الإيرانية من قبل المواطنين الإيرانيين بضرورة الانتقام وبضرورة عدم التهاون يعني المرونة التي يعني شاهدناها خلال الأيام الماضية مع المسببي أعمال الشغب ومع مثيري أعمال الشغب ومع القتلة ومع الإرهابيين. بطبيعة الحال لا يوجد يعني تهاون مع الإرهابيين، ونحن نتابع كيف أن الأجهزة الأمنية الإيرانية يعني مباشرة ترصد وتكشف بشكل سريع الجماعات الإرهابية، تفكك هذه الخلايا أيضا بشكل سريع وتلقي القبض عليهم. وهذا ما حصل في عملية شيراز، وهذا أيضا ما حصل في هذه العملية التي يعني نحن الآن نغطي هذا التشييع الأليم للشهداء الذين سقطوا جراء هذه العملية. هناك أكثر من 6 أشخاص تم اعتقالهم، وأيضا الملف مفتوح والتحقيقات لا تزال مستمرة وجارية لم تنتهي بعد، والملاحقات لا تزال مستمرة، لأن الموضوع في الحقيقة موضوع ما حصل في إيديه موضوع خطير. يعني عندما نتحدث نحن عن آمنين في الشارع، مواطنين آمنين كانوا يعبرون الشارع، رجال أمن كانوا يقفون أيضا في الشارع، ويأتي أشخاص يطلقون النار على هؤلاء بدم يعني حتى لم يراعوا وجود طفل حتى. يعني إن قلنا المشكلة قد تكون دائما مع رجال الأمن، لكن لم يراعوا وجود طفل. صحيح، إطلاق النار على الأبرياء ومن ثم الفرار بهذا الشكل. طبعا هذا الأمر خطير، لأن هناك على ما يبدو محاولة واضحة مدروسة مخطط لها بزعزعة الأمن في إيران. وهذه النقطة التي كنا قد تحدثنا عنها سابقا أكثر مرة، بأن من أبرز الأهداف في
هذه المؤامرة التي تحاك ضد إيران، والتي بالمناسبة بدأت قبل وفاة مهسا أميني، كان مخطط لها قبل الوفاة بعدة أشهر بحسب ما تقول أجهزة الاستخبارات الإيرانية. الهدف الرئيسي هو زعزعة الأمن في إيران. إيران معروفة منذ أكثر من 4 عقود من الزمن بأن أمنها مستتب، أمنها ممسوك، ويعني حقيقة على خلاف الدول الأخرى في المنطقة، العديد من دول المنطقة شهدت ربما اضطرابات أمنية، ولكن إيران كان أمنها ممسوك منذ أكثر من 4 عقود، وهذا يحسب لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهو من أبرز النجاحات التي تحققت. بالإضافة إلى كل ذلك، يعني عندما يتم زعزعة الأمن، وهي سلسلة في الحقيقة، سلسلة أهداف متلاحقة مع بعضها البعض، عندما يتم زعزعة الأمن يتم ضرب الاقتصاد، يتم ضرب التطور الذي حققته إيران منذ أكثر من 4 عقود، وهذا التطور والتقدم هو الذي يقلق الولايات المتحدة الأمريكية ويزعجها في الحقيقة. عندما أقول أنه يقلق الولايات المتحدة الأمريكية، أنا أعني بأن التطور عن ناحية المعرفية، من الناحية العلمية، التطور من ناحية الصناعات النووية، من ناحية الصناعات العسكرية، هذا يؤدي إلى تدمير المشروع الأمريكي في المنطقة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة على التصدي لهذا التطور والتقدم الإيراني. ما الذي فعلته أمريكا بعقوباتها علا حتى اليوم؟ لم تفعل شيء. فرضت العقوبات على خلفية، وهي ذريعة بطبيعة الحال. نحن نعرف بأن يعني لا ملف حقوق الإنسان هو السبب الرئيسي، ولا الملف النووي هو السبب الرئيسي. صحيح. هناك أسباب يعني واضحة منذ أكثر من 4 عقود من الزمن، وعندما كان الرئيس السابق حسن روحاني أمينا لمجلس أعلى للأمن القومي الإيراني، أتذكر ذلك جيدا، عند نهاية ولاية الرئيس الإيراني محمد خاتمي، وعندما بدأت بطبيعة الحال بعد عام 2003 بدأ الحديث عن العقوبات والملف النووي، قال في رسالة وجهها لخاتمي في نهاية ولايته بشكل واضح، قال له المشكلة ليست في ملف حقوق الإنسان، والمشكلة ليست في الملف النووي، مشكلة هؤلاء هي مع نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يريدون إسقاط هذا النظام. وبالتالي حتى لو لم يكن، يضيف حسن روحاني في رسالته، حتى لو لم يكن هذا الملف مطروحا، أي الملف النووي وملف حقوق الإنسان لم يكن مطروحا، لفبركوا ولاخترعوا ملفا آخر بهدف الفرض العقوبات على إيران والفرض الحصار عليها والضغط عليها. يعني بتحديدا بنقطة حقوق الإنسان، أقل من باب الأنسنة، أتحدث من باب الأنسنة، من يتفاعل مع قضية مهسا أميني أقل أن يدين يعني التعرض لأطفال أبرياء، وهو ليس الطفل الأول على كل حال. كيان بيرفلاك ينضم إلينا في هذه الأثناء السيد مختار حداد، رئيس تحرير جريدة الوفاق الإيرانية. سيد مختار، أهلا وسهلا بك معنا اليوم. كنا نتحدث أنا وزميلي قبل قليل عن الشعارات، وينتظر الإرهابيين أيام سوداء، وعن ضرورة الانتقام، هذا الشعار الذي لطالما يتكرر اليوم بات بلسان حال الإيرانيين. اليوم هذا تروي لحد ما لناحية الانتظار حتى كشف كل هذه الخلايا هو أقل تكلفة من مواجهة وإبقاء هذه الخلايا نائمة. لمشاهديكم، يعني هناك لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية يعني إشراف أمني كامل على هذه الحركات الإرهابية. يعني هذه الحركات الإرهابية هي معروفة، يعني الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها تجربة قوية وكبيرة في مواجهة هذه الحركات الإرهابية منذ انتصار الثورة الإسلامية. يعني كما تعرفون، يعني في أول أشهر بعد انتصار الثورة الإسلامية، الجمهورية الإسلامية أو الثورة الإسلامية الحديثة شاهدت يعني عمليات إرهابية ممكن أن نشبهها بمثل هذه الأيام. يعني قاموا يعني أعداء الثورة الحديثة في تلك الفترة قاموا بتحريك الحركات الانفصالية الإرهابية، وشهدنا يعني بالتزامن هناك هذه الحركات بدأت بتحريك يعني الفئات القومية، بعد ذلك أرادوا يعني فصل محافظات عن إيران، ولكن من وقف في الساحة هو كان أبناء الشعب الإيراني
قوات الشعب الشعبية وقوات انحرت الثورة التي كانت يعني في تلك الأيام هي تأسست بشكل حديث. وبعد ذلك يعني رأينا جاءت يعني زمرة خلق الإرهابية في الساحة، إلى جانب ذلك الهجمة الكبيرة ضد إيران عبر يعني نظام صدام البائد خلال فترة يعني الحرب المفروضة على إيران. ولكن في تلك الفترة هم لن يوقفوا عملياتهم الإرهابية، واستشهد يعني تذكر أكثر من 18,000 إيراني أثر تلك العمليات الإرهابية، وكانوا يختالون الناس في الشوارع ويقومون بعمليات إرهابية. فلذلك يعني إيران لديها تلك التجربة، هم الآن يريدون تكرار تلك التجربة من خلال العمليات المسلحة، استهداف المواطنين الإيرانيين. يعني ما حدث في إيزة هو كان عمليات إرهابية جبانة، يعني الناس كانوا في الشارع في منطقة يعني بعيدة عن الأحداث التي شهدتها إيزا في تلك الأيام من جانب المخربين، وتأتي دراجة نارية وعلى غرار ما كان يحدث يعني في بداية يعني الثمانينات. رأينا جاءوا وأرادوا القيام بعمل بنفس هذه العمليات الإرهابية، وقاموا يعني باغتيال المواطنين باعتقاد يعني إيران لديها القدرة لمواجهة هؤلاء الإرهابيين. ويعني رأيتم يعني إيران قصفت عدة مرات بؤرة هذه هؤلاء الإرهابيين في إقليم كردستان العراق. يعني للأسف الشديد نرى إقليم كردستان العراق وحكومة الإقليم لن تتعاون حتى الآن تستضيف هذه الجماعات الإرهابية الانفصالية، بالرغم من أنها يعني تكذب وتنفي. ولكن رأينا يعني قبل فترة كيف قناة CNN الأمريكية تذهب إلى معسكرات إحدى هذه الحركات الإرهابية وتسجل معهم تقرير، وهناك كان يجلس أشخاص يحملون السلاح ويتدربون بشكل علني. فلذلك يعني إيران تعرف هذه الحركات الإرهابية، تواجهها، وحتى باعتقادي يعني إيران سترد على هذه الحركات الموجودة خارج أصلا منطقة إقليم كردستان العراق. يعني هناك الآن فرنسا الذي تدعي الديمقراطية تأتي تستضيف هؤلاء الإرهابيين، وبالذات زمرة خلق الإرهابية. يعني يأتي الرئيس الفرنسي يجلس مع الإرهابيين أو زمرة خلق الإرهابية. نتذكر يعني قبل أكثر من شهر، ما دعنا نتفق يا سيد مختار أنه هي من الأساس لا تعتبرهم إرهابيين أصلا هي فرنسا دولة إرهابية. إذا تعتبر فرنسا هي دولة إرهابية، يعني أنا أذكر مثالا يعني نتذكر في بداية الأزمة السورية استضافت فرنسا مؤتمرا تحت عنوان أصدقاء سوريا، وجاءت بجميع الإرهابيين الذين كانوا يحاربون على الأراضي السورية. يعني فرنسا هي معروفة باستضافة الإرهابيين، ولكن في يعني نحن نرى يعني ان هذه الزمر الارهابيه هي الان بشكل علني يتم دعمها من جانب الغرب واوروبا. يعني زمره كنتري اذكر هذا الموضوع، يعني زمره زعيم زمره بهذه النقطه سيد مختار كانت في الكونغرس الامريكي. نعم بهذه النقطة أكمل فكرتك، وبهذه النقطة إن أمكن أن تضيف لنا، يعني بالأمس صار في توقيفات لست أشخاص أساسيين في مجرى بإيزي، هل تبينت يعني انتماءاتهم؟ في معلومات تأملت حتى الآن عن جنسياتهم، عن لمن ينتمون، من يشغلهم؟ لأنه هذا له دلالات بطبيعة الحال، لأنه واضح أنه عندما يكون بهذا الشكل الاعتداء الإرهابي، هذا واضح أنه شيء مبرمج يجب أن يتم بأي طريقة. نعم يعني انا قد اكمل الفكره السابقه، انه يعني زعيمه هذه الزمره الارهابيه، زمره خلق الارهابيه، كانت موجوده في الكونغرس الامريكي وشاركت في لجان الكونغرس. فلذلك يعني الغرب الان جاء بجميع ادواته الارهابيه، يعني جاء بهذه الزمره الارهابيه، وراينا يعني حتى عمليه شاشراخ يعني جاءوا ب زمرة داعش الإرهابي. فالآن هم يقوموا يعني بمؤامرة كبرى ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. يعني كل الأدوات الإرهابية لدى الغرب الذي هم خلقوها يعني بعد انتصار الثورة الإسلامية ودعموا هؤلاء، الآن جاءوا بجميع هذه المجموعات الإرهابية
إلى هذه الساحة لمواجهة الثورة الإسلامية. نعم هناك تم اعتقال العديد من الأشخاص، وهناك أصلا يوجد يعني تنوع يعني ممكن نصفه بالعجيب. يعني هناك تم اعتقال خلال هذه الفترة فرنسيين، إيطاليين، يعني من جنسيات أوروبية، من جنسيات دول من دول الجوار. يعني خاصة يعني هناك كان يعني جنسيات مختلفة، يعني عدد كبير من الأشخاص كانوا يجندون إرهابيين، يقومون بالتجسس، يريدون دعم هذه الأعمال التخريبية، خاصة بالنسبة للفرنسيين الذين تم اعتقالهم. يعني هناك سيتم يعني قريبا بث اعترافات هؤلاء، وقبل فترة يعني تم بث جزء من اعترافات هؤلاء. إلى جانب ذلك يعني هناك بعض من هؤلاء الذي تم اعتقالهم كان ينتمون بشكل علني إلى الجماعات الإرهابية الموجودة الانفصالية في إقليم كردستان العراق، ولكن هناك يوجد دور كبير لزمرة خلق الإرهابية. يعني هذه الزمرة كانت ناشطة موجودة، ودائما كانت الولايات المتحدة والدول الأوروبية عندما تريد تضرب أمن واستقرار إيران تستفيد من عناصر هذه الزمرة الإرهابية. والكثير من هؤلاء الذين يعني يقومون بمثل هذه العمليات، يعني عمليات القتل والتفجير، يعني هم ينتمون إلى هذه الزمرة الإرهابية. إلى جانب ذلك يعني رأينا خلال هذه الفترة كذلك تم اعتقال أعضاء في خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، حيث كان يعني قائد هذه الخلية جاء من جمهورية أذربيجان. فلذلك إذا نظر هذه الأمور إلى جانب بعض، يعني نرى أن هؤلاء يعني جاءوا بمؤامرة كبرى ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بجميع أدواتهم الإرهابية. وهناك يعني هذه هجمة دولية من جانب هؤلاء ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يعني الولايات المتحدة، الكيان الصهيوني، فرنسا، بريطانيا، يعني الدول الأوروبية، إلى جانب ذلك أدوات في المنطقة وبالذات السعودية. نعم سيد مختار، يعني بالأمس وزير الخارجية الإيراني السيد عبد اللهيان قال واتهم مباشرة إسرائيل والمخابرات الغربية بكل ما يجري لناحية تقسيم إيران وإشعال حرب أهلية. في هذا السياق أود أن أتوقف معك عندما ذكرته مصادر إسرائيلية لصحيفة جيروزاليم بوست، لأنه بصحافتهم هي استخبارات أكثر مما هي صحافة، ويعني يضعون بالنقاط الخطط. ذكرت هذه المصادر أو أكدت أن تل أبيب تعمل على مراكمة مزيج من الضغوط العالمية على إيران والاستفادة من عامين اثنين تبقيا قبل أن تحصل طهران على قنبلة نووية. ويعني ذلك أن شن هجوم واسع النطاق على المرافق النووية الإيرانية ليس مطروحا على الطاولة. هل نفهم أن ما يجري هو البديل الذي تستعيد به إسرائيل، بما أنه جيروزاليم بوست صحيفة إسرائيلية؟ هل هذا له دلالات أو يفهم منه شيء؟ وهي ما يجري هذا، ما يجري الدم، هذا بحر الدم ولغة الدم، هي هذا التعويض؟ لأنه حتى في ضغط على صعيد يعني القنوات الرسمية والسياسية والدولية والدبلوماسية وغيرها، هل واحدة منها لغة الدم؟ نعم، يعني الكيان الصهيوني دخل في الساحة بشكل علني هذه المرة. يعني هناك حسابات وزارة الخارجية الصهيونية باللغة الفارسية، ويعني هم لديهم وسائل إعلام باللغة الفارسية، وهي بالذات هذه الوسائل الإعلام يعني تابعة لحكومة العدو الصهيوني. وهذه الأيام كانت يعني تبث يعني أمور تريد تحريك الشارع الإيراني. وهناك الآن خلال هذه الأيام الأخيرة بشكل علني كانت تقوم بالتحريض من أجل حمل السلاح. يعني الكيان الصهيوني هناك توجد حقيقة، يعني هذا الكيان الآن يعاني من أزمة كبرى في الداخل، يجب أن نرى هذا الجانب. يعني وصلت المقاومة إلى قلب تل أبيب وإلى النقاط، كان لا يفكر يوما العدو الصهيوني أن المقاومة تقوم بهذه العمليات في هذه المناطق. وهناك يعني الآن الضفة الغربية أشعلتها المقاومة بمواجهة يعني في مواجهة العدو الصهيوني، وهناك العدو الصهيوني يعاني من أزمة أمنية كبيرة. يعني نحن كنا نتوقع يعني العدو الصهيوني يبحث عن حل للهروب من هذه الأزمة. يعني هذه المؤامرة التي تواجهها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ممكن
أن نضعها يعني في نقطة مهمة، بأنه هناك هي الجمهورية الإسلامية الإيرانية دولة مهمة ومحورية في محور المقاومة. محور المقاومة استطاع خلال هذه السنوات يعني مواجهة العدو الصهيوني والولايات المتحدة بقوة وإفشال مخططات العدو الصهيوني في هذه المنطقة. فلذلك يعني كان من الطبيعي بأن يأتي العدو الصهيوني ويريد أن ينتقم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولكن يعني هو كذلك سيفشل في هذه المؤامرة، الذي يعني هناك دور كبير في هذه المؤامرة للعدو الصهيوني، خاصة للاعتقالات التي شهدتها إيران، وكان عدد كبير من هؤلاء الذي تم اعتقالهم يعني كانوا ينتمون إلى خلايا تابعة للموساد، وآخر من تم اعتقاله في هذا المجال يعني هو كان عدد من الأشخاص في إحدى المحافظات الإيرانية، وهم كانوا يعملون يعني لصالح الموساد الإسرائيلي. فلذلك يعني العدو الصهيوني الآن يريد مواجهة قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية نظرا للضربات التي تلقاها من محور المقاومة والأزمة الأمنية أصلا التي يعاني منها الآن العدو في الداخل بسبب قدرات المقاومة التي بدأت تتنامى يوما بعد يوم في الضفة الغربية. فلذلك يعني هناك لدى كما ذكرت إيران لديها إشراف تام، وإيران يعني لقنت العدو الصهيوني خلال هذه السنوات وخلايا العدو الصهيوني يعني درسا لا يمكن أن ينسوه من خلال تفكيك خلايا الموساد، وخاصة يعني قبل شهرين استطاعت إيران تفكيك خلية كبيرة إرهابية للموساد الصهيوني. هم كانوا يريدون القيام بعملية إرهابية خطيرة، ولكن إيران كشفت العملية واعتقلت جميع أعضاء هذه الخلية. شكرا لك سيد مختار حداد، رئيس تحرير جريدة الوفاق الإيرانية، كنت معنا عبر الهاتف من طهران. ملحم يعني، وكأنه سياسة الجمهورية الإسلامية في إيران اليوم امهل عدوك حتى يتكشف كل شيء ثم يوجه له الضربة القاضية. كنا نتحدث عن الشعارات، حدثني عن موضوع الأيام السوداء، هذا يعني وكأنه أيضا الناس المجتمع نفسه سينتقم، ليس فقط يعني عبر القنوات الأمنية والسياسية وغيرها والملاحقة، إنما أيضا الناس هي نفسها في هذه المحافظات في هذه المدن تتوعد وتهدد هذه الجماعات بأيام سوداء، وستنتقم حتى هي بنفسها بطريقتها. طبعا موضوع الانتقام علا، يعني هناك آليات معينة وهناك طرق معينة، بطبيعة الحال الأجهزة الأمنية هي التي تعلم طبيعة هذا الانتقام وآلياته، وأيضا الجهاز الدبلوماسي الإيراني المتمثل بوزارة الخارجية الإيرانية من الناحية الدبلوماسية يعلم طريقة وطبيعة الرد. وعندما نتحدث نحن عن الانتقام، نحن نتحدث بطبيعة الحال عن الجهات الخارجية التي تدعم والتي تمول والتي تحرك والتي تخطط والتي تستهدف، ولا نتحدث نحن هنا عن يعني المواطنين الإيرانيين في الداخل، نحن نتحدث عن ربما الصمود هو رد الجهات الخارجية التي تعمل ضد النظام الإيراني. لكن دعيني أشير إلى ما قاله محافظ خوزستان قبل قليل نقلا عن وكالة تسنيم، تم اعتقال عدد من عناصر ومرتكبي جريمة إيزة الإرهابية أثناء محاولتهم الهروب من المنطقة وبدأ التحقيق معهم. الجهات المختصة تواصل التحقيق لمعرفة خفايا هذه الحادثة الإرهابية والشبكات التي نظمت الإرهابيين. سيتم قريبا الكشف عن العناصر المقيمة خارج البلاد والتي تقف خلف الأحداث الأخيرة وتقديمها للشعب. وهذا أيضا يأخذنا لمواصلة الحديث عن الجهات الخارجية التي تقوم بعملية التحريض. واضح بأن كل عمل إرهابي يحصل تقف وراءه جهات خارجية، يعني ما حصل في شيراز كان تنظيم داعش يقف وراءه، وعندما نتحدث نحن عن تنظيم داعش لا نتحدث عن تنظيم قائم فقط بحد ذاته، بل هناك جهات هي التي صنعت داعش، هي التي تحرك داعش. وداعش كما قلت سابقا ما هو إلا أداة بيد هذه الأنظمة الإقليمية والدولية. وأيضا الجماعات الإرهابية، عندما تقوم الجماعات الإرهابية الانفصالية كما حصل أكثر من مرة خلال يعني
هذين الشهرين منذ بدأ أعمال الشغب بقتل عناصر الشرطة والأمن والاعتداء على المواطنين المدنيين العاديين، بطبيعة الحال نحن لا نتحدث عن فقط مجموعة كوملي أو الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض أو عن حزب الحياة الحرة التابع لحزب الحزب العمال الكردستاني أو عن أحزاب أخرى كمثلا جيش العدل وما إلى ذلك في سيستان وبلوشستان أو الأحزاب المعارضة الإرهابية في خوزستان. نحن هنا نتحدث عن دول داعمة لهذه المنظمات الإرهابية. أولا، أين يتواجد زعماء هذه الدول؟ يجدون لهم في أوروبا ملاذا آمنا. هناك دعم واضح استخباراتي من قبل CIA، وهناك أيضا دعم من الموساد الإسرائيلي، وهناك تمويل من هذه الدول ودول أوروبية بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية تأخذ على عاتقها تمويل معظم هذه الجماعات الإرهابية المتطرفة الانفصالية المعادية لإيران. إن كانت القائمة أو يعني الناشطة في محافظة خوزستان، أو إن كانت الناشطة في محافظة سيستان وبلوشستان، أو إن كانت الناشطة في محافظة كردستان. وبالتالي واضح من خلال ارتباطات هذه المجموعات الإرهابية بأن التمويل يأتي من المملكة العربية السعودية. بطبيعة الحال هناك تمويل ودعم من منظمات وجهات أخرى، ولكن التمويل الأساسي يأتي من المملكة العربية السعودية. طبعا الدعم الاستخباراتي، الدعم اللوجستي، التأمين الأسلحة وما إلى ذلك، كله طبعا يأتي من الولايات المتحدة الأمريكية، من إسرائيل، وكذلك من بعض الدول الأوروبية. طبعا تحدثنا عندما أقول بعض الدول الأوروبية، طبعا فرنسا لها دور على سبيل المثال في دعم منظمة خلق الإرهابية، وأيضا بريطانيا لها دور في هذا الدعم. وبالتالي عندما نتحدث نحن هنا عن انتقام، نتحدث بالمرتبة الأولى وبالدرجة الأولى عن ردة فعل من قبل السلطات الإيرانية تجاه هذه الدول الداعمة لهذه المجموعات ولهذه المجموعات بالتحديد، كما حصل ولا يزال يحصل في الحقيقة من استهدافات لمقرات الجماعات الإرهابية في أقليم كردستان العراق. وبالتالي هذا نوع وجزء من الرد الإيراني، ولكن لا يمكن اعتباره بأنه كل الرد الإيراني. طبعا أنه ما زلنا بالأدوات، يعني الاستهدافات مستمرة، وهذا ما أعلنه حرس الثورة، الاستهدافات مستمرة لمراكز هذه الجماعات الإرهابية في إقليم كردستان العراق. لأن الإقليم حقيقة في الفترة الأخيرة، في السنوات الأخيرة تحديدا، حتى قبل هذه الأزمة وهذه الفتنة التي والمؤامرة، كان منطلقا للعديد من العمليات الإرهابية في الداخل الإيراني لزعزعة الأمن القومي الإيراني والأمن الوطني. وبالتالي رغم كل الرسائل التي وجهتها السلطات الإيرانية لحكومة إقليم كردستان وحتى للحكومة المركزية في العراق، ولكن حتى هذه اللحظة لم تقدم حكومة إقليم كردستان بتلبية المطالب الإيرانية بتفكيك وإزالة هذه المقرات لهذه الجماعات الإرهابية، أو على الأقل طردهم من أو يعني نزع أسلحتهم. في إلى مصلحة، ليس فقط ضغط، نزع أسلحتهم. وبالتالي في الحقيقة نحن لا نتحدث فقط هنا عن وجود للمجموعات الإرهابية الكردية. ربما تقول يعني بجهة معينة تقول السلطات في حكومة إقليم كردستان العراق بأن هؤلاء أكراد ولهم علاقات ولهم أيضا ارتباطات أسرية واجتماعية، ولكن إلى جانب تواجد هؤلاء هناك تواجد للموساد، وهذا هو الأخطر. الموساد الإسرائيلي يدير في غرفة عمليات داخل إقليم كردستان العمليات التي تقام وتحاك ضد إيران وفي الداخل الإيراني، إن كان بعمليات مباشرة يقوم بها، إن كان بتجنيد عملاء في الداخل الإيراني له، وإن كان بالتخطيط والتحريض وتحريك هذه المجموعات الإرهابية الانفصالية. يعني أنا عندما أتحدث عن تواجد للموساد الإسرائيلي علا في داخل إقليم كردستان العراق،
وله مركز لعمليات هناك، وأتحدث عن السي آي آي ولها أيضا غرفة عمليات في داخل إقليم كردستان العراق. نحن نتحدث عن ربما غرف عمليات لتحريك هذه المجموعات. مقابل ماذا؟ على ماذا استحصل الإقليم؟ يعني المقصود ماذا؟ سأجيب على هذا السؤال، ولكن المقصود هنا بأن الموساد هو الذي يحرك هذه المجموعات الإرهابية، هو الذي يخطط لهذه المجموعات الإرهابية الانفصالية. صحيح بأن هذه المجموعات متواجدة هناك ولها مقرات، وهي تقوم أيضا بعمليات لاستهداف الأمن الإيراني، ولكن من يحرك هؤلاء؟ من يدعم هؤلاء؟ من يقدم الأسلحة لهؤلاء؟ من يمول هؤلاء؟ واضح من خلال التقرير المطول الذي المشترك للاستخبارات الإيرانية المتمثلة به وزارة الأمن الإيرانية واستخبارات حرس الثورة، الذي كنا تحدثنا عنه مطولا خلال هذه التغطية، وهو في الحقيقة بيان وتقرير مطول في الحقيقة كشف العديد من النقاط، أشار إلى نقاط مهمة جدا بأن ضباط من السي آي آي يلتقون بشكل دوري بقادة هذه المجموعات الإرهابية في أربيل في إقليم كردستان العراق. وبالتالي واضح بأن هذه غرفة العمليات التي أتحدث عنها هي التي تقوم بالتخطيط والمدبر، العقل المدبر لكل ما يجري. صح أن ربما الأدوات المنفذة هي الجماعات، هذه الجماعات الإرهابية الانفصالية، ولكن العقل المدبر هي إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى. التمويل واضح بأنه من المملكة العربية السعودية للعديد من هذه المجموعات الإرهابية، وأيضا هذا ليس بغريب عليه، التمويل لوسائل الإعلامية المعادية لإيران والتي تقوم بالتحريض وبإثارة الفتنة وأيضا بإثارة الشغب. يعني أنا لا أتحدث هنا عن رأي إعلامي، الرأي الإعلامي مباح ربما إذا كان يعني أي وسيلة إعلامية أو لأي جهة سياسية رأي معارض مخالف لإيران، هذا أمر مباح، ولكن أنا أتحدث هنا عن التحريض بمعنى الحديث مباشرة إلى مخاطبين هذه القنوات باستخدام العنف ضد الشرطة، ضد البسيج، وأيضا وضع أسماء مع أرقام مع صور لشخصيات أمنية لرجال الشرطة لعناصر البسيج لتصفيتهم ولاستهدافهم. وبالتالي هذا يعد لم يعني يتخطى العمل الإعلامي، لا يمكن تسميته بعمل إعلامي مطلقا، هذا عمل إرهابي في حقيقة الأمر، وبالتالي يخالف كل الأسس والقواعد الإعلامية علا، وحتى يخالف القواعد الإعلامية التي تبث من أراضيها هذه القنوات التلفزيونية، تحديدا على سبيل المثال بريطانيا. بريطانيا في يعني السابق كانت قد اتخذت عدة قرارات ضد قنوات إعلامية تبث انطلاقا من أراضيها، ولماذا؟ لأنها كانت تتخذ ربما مواقفا مخالفة أو معارضة لمواقفها السياسية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وهذا أمر مباح، هذا خلاف سياسي. ولكن فيما يتعلق بالدعوة للإرهاب ونشر الإرهاب التي تقوم به هذه القنوات التلفزيونية المناوية لإيران، لم تقدم على أي شيء بريطانيا حيال هذه الخروقات الإعلامية والفاضحة في الحقيقة. ملحم ريا، مدير مكتب الميادين في طهران، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا في هذه التغطية. كنا طبعا في تغطية لنقل وقائع تشييع شهداء الهجوم الإرهابي الذي وقع في إيزي في خوزستان. مشاهدينا، هذا كان كل شيء من طهران. عودة إلى استوديوهات الميادين والزميل مروان. إليك مروان. شكرا لك علا وللزميل ملحم ريان.